معنا من برلين يمان شواف مراسلنا. يمان، أهلا بك. ما هي مساحة التوافق بين الديمقراطيين والخضر والأحرار، وأيضا مساحة الاختلاف في مفاوضات تشكيل الحكومة؟ طبعا مساحة التوافق على تبدو أنها قليلة أو ضئيلة حتى اللحظة، بالعودة إلى تصريحات يعني رؤساء كلا الحزبين سواء الديمقراطي الحر أو الخضر. لذلك قبل أن يدخل الاشتراكيون في محادثات مع حزب الخضر أو الديمقراطي الحر، سيجلس كلا الحزبين الخضر والديمقراطي الحر ويناقشان نقاط الخلاف التي تبدو أنها كثيرة بينهم. لذلك سيحاول الخضر والديمقراطي الحر إيجاد أرضية مشتركة، بعد ذلك ربما ينجحون في الدخول في مفاوضات مع الحزب الاشتراكي. لكن يبدو أن الحزب الاشتراكي وفقا للتصريحات التي صدرت اليوم عن الحزب، هناك نوع من التفاؤل بأن هذه المحادثات ربما ستكون خلال هذا الأسبوع، ورحب بإيجاد أرضية مشتركة. لكن حتى اللحظة لا وجود لهذه الأرضية، ربما هو أشار إلى يعني استعداد كلا الحزبان للجلوس معا والحديث عن نقاط الخلافات بينهما ومحاولة إيجاد هذه الأرضية. هذه ربما يمكن أن نصفها بأنها العقبة الأولى أمام أولاف شولتز وفي الوصول إلى منصب المستشارية، وهي المرحلة الأولى في هذه العملية المعقدة التي ستكون هي عملية جديدة، أن تكون هناك حكومة من ثلاثة أحزاب في ألمانيا على غير العادة. لذلك لو عدنا إلى الانتخابات الماضية التي كانت فيها ميركل قد تسيدت الموقف والانتخابات، إلا أنها واجهت صعوبة لأشهر قبل أن تنجح في إقناع الاشتراكيين في الانضمام إليها في الحكومة وتشكيل الحكومة. كيف والآن نتحدث عن مرحلة جديدة، عن ثلاثة أحزاب ستتحالف لتشكل هذه الحكومة؟ هذا المشهد الذي يزداد تعقيدا أكثر في ألمانيا، هذا المشهد السياسي. هناك بعض التفاؤل بأن الحد الأقصى قد يكون حتى ديسمبر، ربما ستكون هناك حكومة مشكلة، ولكن بعض وسائل الإعلام، بعض المتابعين هنا يرون أن هذا ربما تفاؤل مبالغ فيه، لأن نقاط الخلاف كثيرة، العقبات أمام الاشتراكيين بقيادة أولاف شولتز كذلك كثيرة، والحديث على أن التحالف المسيحي الديمقراطي أي حزب ميركل سيذهب إلى المعارضة هو أيضا أمر، هي كما وصف البعض هي عقبة كبيرة أمام أولاف شولتز بأنه يقول لا نريد أن نتحالف مع الحزب الثاني أي حزب ميركل. يمان الشواف مراسلنا من برلين، شكرا جزيلا لك.